الرئيس السيسي يواجه بمواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات، ويتابع إمدادات التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة. رئيس الوزراء يعلن عن مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع، ويواجه بإغلاق أي منفذ بيع مخالف. اكتمال الاستعدادات في الولايات المتحدة لانطلاق القمة الأمريكية الأفريقية غدا بمشاركة 49 من القادة. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرتنا إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بما يتسق مع الدستور وتنفيذا للالتزامات الدولية. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري. وخلال استقباله المديرة التنفيذية لمجموعة أورانج العالمية للاتصالات، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي ويساهم في فتح آفاق التصدير وكذا توفير فرص العمل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستال هيدمان المديرة التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورنج مصر، والسيد جيروم هانك المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا. اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد رحب السيد الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية إلى مصر، موضحاً سيادته حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة أورنج العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر. من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، متوجهة بالشكر إلى سيادته على تذليل أي عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر،
بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، ومؤكدة أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع أورنج على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها، خاصة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة، لا سيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة أورنج وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصة في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر. على جانب آخر، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد اطلع السيد الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلاً عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لا سيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإلكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية. الاجتماع تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أشار السيد وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة في تنفيذ الاستراتيجية والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا بشأن المتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع في ظل ما لوحظ من وجود تفاوت في الأسعار وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان. وأوضح مدبولي أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي في أسعارها، وكذلك من يقوم بحجب السلع وإخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعارا عادلة للأرز كسلعة استراتيجية، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يخزن هذه السلعة وغيرها ويخفيها عن المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية وعدد من المسؤولين لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية. وأكد مدبولي أن الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. هذا وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين،
واستأهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة الوحدات التي تتم إقامتها للمستفيدين من محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه في إطار المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومواجهة ما تم من ارتفاع في أسعار سلع ومواد البناء، وخاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، وذلك سعيا لتنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن. حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلا عن تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية التي أقيمت بمدينة باريس بفرنسا. وقد شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الأنشطة العلمية والبحثية، وفي إطار تحقيق الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية فضلاً على تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 7000 طالب يمثلون 350 فريقاً بحثياً ل46 دولة على مستوى العالم للمنافسة على إيجاد الحلول العلمية غير التقليدية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الأمراض، حيث اختار الفريق البحثي أحد الأمراض الوراثية للأطفال نتيجة بعض الطفرات الجينية والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكراً بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخفض التكلفة مع إمكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات. حيث شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي، وذلك بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي. وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مما ساهم بشكل كبير في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة. كما ألقى المشرف العام للفريق البحثي كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت كافة الإمكانيات التي مكنت من تحقيق ذلك التميز. أعقبها تكريم أعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صورة مشرفة وتحقيق نتائج مبهرة وفقا للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة. وفي نهاية الحفل ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما قدم التهنئة للفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة مشيدا بتميزهم ومساهمتهم في إظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الريادة بمختلف المجالات التي يشارك بها، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق المنظومة الطبية المتكاملة بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 824 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 167 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 624 طنا.
أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 33 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية، من بينها 333 قضية خبز ناقص الوزن و 268 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تم ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 85 طن دقيق أبيض بعدد من المخازن والمخابز السياحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 59 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بالرغم من أنها محظور تداولها خارج منظومة الدعم، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، كما تمكنت من ضبط أكثر من 119 طن مواد غذائية متنوعة بعدد من مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والغربية وسوهاج. قام مالكو تلك المخازن بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بأسعار السوق السوداء، ونجحت في ضبط كمية من الأرز الأبيض تزن أكثر من 39 طن. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي مضرب أرز ومحلين لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والإسكندرية والدقهلية بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وتمكنت من ضبط 20 طن أسمدة زراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 63 طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بسوهاج والمنوفية. كما تمكنت من ضبط 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 طن ونصف طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 20 طن ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بالمنوفية، وضبط 34 طن ونصف طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقليوبية والجيزة والغربية والمنوفية. تنطلق غدا فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وتستمر لمدة 3 أيام وبمشاركة 49 من القادة الأفارقة. وتخصص القمة يومها الأول لعقد منتدى القادة الشباب الأفارقة والشتات، بينما يخصص اليوم الثاني لعقد جلسات منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي والذي تستضيفه وزارة التجارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الشركات في أفريقيا. ويعقد القادة في اليوم الثالث الاجتماعات والفعاليات الحكومية لوفود الدول الأفريقية.
هذا ويتوالى وصول وفود الدول الأفريقية إلى قاعدة أندروز بولاية ماريلاند، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم خلال القمة. وتأتي هذه الخطوة بعد طلبات من رئيس الاتحاد الأفريقي، فيما تعد جنوب أفريقيا هي العضو الوحيد في مجموعة العشرين من أفريقيا. شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح المؤتمر السنوي 21 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمسقط. وفي كلمته أكد أبو الغيط أن المؤتمر يتيح فرصة ثمينة لتبادل الرؤى واستعراض أفضل التجارب الإدارية العربية في مجال مجابهة التغير المناخي. وأوضح أبو الغيط أن قمة المناخ كوب 27 والتي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ شهدت مشاركة عربية استثنائية، وصدر عنها قرارات تضمنت بعض المكاسب النسبية للدول النامية، لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اهتمام الحكومة بترسيخ التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي. جاء ذلك خلال استقبال شياع السوداني بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رافائيل ساكو والوفد المرافق له. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لدور الطيف المسيحي العراقي في تمثيل الإرث الحضري والتواصل التاريخي لسكان العراق. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. قادة مجموعة السبع يوافقون على تلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا، خاصة أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني. اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد قمة سلام عالمية حول أوكرانيا على دول مجموعة السبع. من جانبهم أكدوا قادة مجموعة السبع أنهم سيلبون بشكل عاجل تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي. جاء ذلك خلال القمة الافتراضية لقادة المجموعة لبحث تداعيات العملية العسكرية الروسية. وأكد القادة على مواصلة التنسيق لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا من المعدات العسكرية والدفاعية، مع التركيز على تزويد أوكرانيا بأنظمة وقدرات للدفاع الجوي. وجدد القادة التزامهم بالعقوبات غير المسبوقة التي فرضتها المجموعة على روسيا بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا. قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه ليس هناك ما يسمى بإجراءات سريعة فيما يتعلق بإحداث تغييرات في النهج النووي الروسي. وأضاف بيسكوف أن موسكو ما تزال تناقش النهج النووي الخاص بها على مستوى الخبراء. هذا وينص النهج النووي الروسي على أنه يمكن للدولة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة نووية أو إذا واجهت هجوما بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة الروسية. востребованность этого формата, востребованность и жизнеспособность ОДКБ. ОДКБ в этом году сыграла очень важную роль. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن روسيا تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة لإجبار بلاده على الدخول في مفاوضات. وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن خطة روسيا ستفشل بسبب بدء مواردها بما في ذلك الصواريخ في النفاد، مؤكدا حاجة أوكرانيا إلى الحفاظ على استقرارها من أجل تحقيق النصر. وصل وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأوكرانيون إلى إصلاح منشآت الطاقة المتضررة
والتي تتسبب في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء. وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المسؤول الأممي سيزور مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى مدينة خرسون التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي. وأضاف البيان أن جريفيث سيقف على تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التي نشأت في ظل تزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسط درجات الحرارة شديدة البرودة خلال فصل الشتاء. وأشار البيان إلى أن نحو 18 مليون شخص بنسبة 40% من الأوكرانيين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، موضحا أن موجة الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت الطاقة تركت ملايين الأشخاص دون وسائل تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء في منازلهم بالتزامن مع دخول ظروف الطقس الشتوية الباردة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة لتسهيل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية بحاجة إلى تعديل. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فريشنين إن التعديل ضروري لضمان إمدادات الغذاء للدول الأكثر فقرا في بلدان القارتين الأفريقية والأسيوية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه يجب تحويل الشراء المشترك للغاز إلى واقع بعدما وصفته بفشل روسيا في الضغط على أوروبا بسلاح الغاز. وأضافت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى الشراء المشترك للغاز لضبط الأسعار، وأن هناك اقتراحات قيد الدراسة لمواجهة أزمة الطاقة في أوروبا خلال الشتاء، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه عجزا في إمدادات الغاز خلال عام 2023. كانت موسكو قد قطعت إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن العالم لم يشهد أزمة طاقة بهذه الصورة، مؤكدا أن أوكرانيا هي الضحية الأولى للأزمة. وأضاف جروسي أن أزمة الغاز ستشكل تهديدا كبيرا العام القادم فيما يتعلق باستيراد الغاز من روسيا، مشيرا إلى أن الأزمة ما زالت مستمرة رغم خروج أوروبا من أزمة الطاقة الشتاء الجاري وأن مخزونها مرتفع. وأكد مدير الوكالة الدولية أن عجز الغاز سيتضاعف العام القادم ما لم تتخذ أوروبا التدابير اللازمة. حذر وزير المالية البريطاني جيرمي هانت من أوقات عصيبة قادمة بشأن الأوضاع الاقتصادية في بلاده. وأشار هانت إلى أنه بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا، فإن التضخم المرتفع الذي تفاقم بسبب الأزمة الأوكرانية يؤدي إلى تباطؤ النمو في جميع أنحاء العالم، مع توقع صندوق النقد الدولي بأن ثلث الاقتصاد العالمي سيكون في حالة ركود هذا العام أو العام القادم. كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أكد أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا بنسبة 0.5% أكبر من المتوقع بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين في انتعاش يأتي بعد الانكماش في سبتمبر. أعلنت وكالة إدارة برامج المشتريات العسكرية في كوريا الجنوبية البدء في مشروع تطوير لصاروخ موجه جو أرض طويل المدى بقيمة 146 مليون دولار. وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يتم تركيب الصاروخ الذي سيكون أول صاروخ جوي مطور محليا على طائرة مقاتلة KF-21 محلية الصنع. وأضافت الوكالة أنه إذا تم تطوير الصاروخ فإنه سيخدم كسلاح جوهري لنظام الردع الثلاثي المحوري لكوريا الجنوبية.
صرح وزير الخارجية التايواني جوزيف وو أن حكومته تعتقد بأن الصين تستعد لإيجاد ذريعة أخرى لشن هجوم على الجزيرة. وقال جوزيف وو إن التهديد العسكري الصيني أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى مع زيادة اقتراب الطائرات الحربية من منطقة الدفاع التايوانية بمقدار 5 أضعاف منذ عام 2020. وأضاف وزير الخارجية التايواني أن الصين لا تكثف جهودها العسكرية فقط، بل تعمل على مزيج من الضغوط لعزل تايوان دوليا. دعا الكريملين إلى تسوية التوتر بين صربيا وكوسوفو بالوسائل الدبلوماسية بعد الهجمات التي استهدفت الشرطة، مطالبا بضمان حقوق الصرب. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن موسكو تؤيد قيام الأطراف بجهود سلمية من أجل تسوية هذا الوضع بالوسائل الدبلوماسية. هذا وقد تصاعدت حدة التوتر في شمال كوسوفو أواخر الأسبوع الماضي بعد أن تبادل مسلحون مجهولون النار مع الشرطة وألقوا قنبلة صوتية على أفراد من بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة والقضاء في كوسوفو. نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية عن مصادر قولها إن القوات الهندية والصينية اشتبكت في قطاع تاوانغ بولاية أروناتشال براديش الهندية. وأضاف تقرير الوكالة أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد قليل من الجنود من الجانبين. تشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها، ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقا باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها لا تنوي تخفيف موقفها المتشدد بشأن المهاجرين. وقالت ميلوني إن الحكومة الإيطالية تريد مكافحة الإتجار بالبشر وعمليات الهجرة غير الشرعية وما يترتب على ذلك من عمليات الغرق التي يتعرض لها المهاجرون. هذا وقد سعت حكومة ميلوني التي أدت اليمين الدستورية في أكتوبر الماضي إلى منع سفن البحث والإنقاذ التي تديرها منظمات غير حكومية من الرسو في إيطاليا، مما أدى إلى توتر مع فرنسا بعد أن انتهى المطاف بسفينة أوشن فايكينغ بالرسو في ميناء تولون الفرنسي. عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المختصة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. في إطار مواصلة دوره في مناقشة مشروعات القوانين، عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. خلال الجلسة ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المختصة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، وأبدى عدد من النواب مقترحاتهم إزاء هذا المشروع. بلا شك توجه الحكومة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكافة قطاعات الدولة وميكنة الخدمات والتحول الرقمي من خلال منصة مصر الرقمية أمر مهم جدا، وده حقا يساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالقضاء على البيروقراطية والروتين. فهذا القانون جاء لاستكمال التطوير الذي تشهده مصر وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، وذلك لمواكبة التغيرات والاستجابة للتطلعات المتعاملين، كما يساهم في التطوير المؤسسي. فكرة إنشاء الصندوق تتواكب مع الجمهورية الجديدة والرقمنة، لكن مع موافقتي من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن يجب أن نذكر الحكومة ببعض النقاط اللي لازم ناخدها في الانتباه وإحنا شغالين. زي ما زمايلي قالوا، البنية التحتية
للاتصالات لازم نخلي بالنا منها. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها. وعقب المناقشات وطرح مقترحات من قبل النواب، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ على أن يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة بقية المواد بجلسة غد. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد بعض نواب مجلس الشيوخ أهمية مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق مصر الرقمية، نظرا لأهميته في جذب الاستثمار ودوره الحيوي في الوعي الرقمي لدى المواطنين. بالتأكيد النهاردة وافقنا من حيث المبدأ على مشروع قانون مصر الرقمية، وهو يعتبر من أهم القوانين المثارة حاليا في ظل توجه الدولة المصرية لمواكبة التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا الكبير وحوكمة الدولة المصرية رقميا. وبنقول كمان إن احنا بنستهدف بشكل كبير جدا إن احنا نرفع الوعي الرقمي وإزالة الأمية الرقمية بشكل كبير جدا لدى المواطنين، علشان ده نقدر من خلال هذا الصندوق اللي هيساهم في تمويل عمليات التشغيل وأيضا عمليات ربط قواعد البيانات لدى الجهات والقطاعات المختلفة، اللي هتمكن الدولة المصرية حينما تتوفر البيانات يكون هناك تسهيل لدى المواطن في الحصول على الخدمات بشكل كبير. التحول الرقمي هو قضية وطنية مهمة جدا، لأن احنا نرى أنها أحد الاستراتيجيات اللي حطتها الدولة بنتكلم فيها في المجلس أو على مستوى الدولة من في عدة سنوات. طيب، هل التحول الرقمي ده النهاردة احنا مضطرين ان احنا ندفع بيه بدرجة أعلى؟ أيوة، لأنه أصبح حتمي، أصبحت الاقتصاديات، أصبحت الثقافة، أصبحت الحياة تدار عن طريق التحول الرقمي، وما بقاش رفاهية بالنسبة لنا، ولكن هو ضرورة حتمية. القانون في تحليلي أنه بيقضي على الأمية الرقمية، بيساعد مش المواطن بس، لا المواطن والدولة، وبيوفر فرصة كويسة جدا للمواطنين أن هم النهاردة يستفيدوا بوقت وبمجهود وبمشقة. المواطن بصراحة أنا محتاج، يعني بطالب الإعلام كله أنه يوضح أهمية مشروع القانون للمواطن المصري، ويعرف أن القانون ده النهاردة بيوفر عليه، يعني يكاد ممكن كمان يوفر فرص شبهة الفساد. يعني النهاردة يعني المواطن هو قاعد في بيته ممكن يوفر جهد، يعمل كل مصالحه هو قاعد في بيته. وعودة إلى استعدادات واشنطن لعقد القمة الأمريكية الأفريقية، حيث انضم إلينا مفيدنا إلى هناك علاء رشوان. علاء، بعد التحية، هذه القمة الثانية الأمريكية الأفريقية، ما الذي تتضمنه أجندتها؟ نعم، دعيني بداية أبدأ بآخر الاستعدادات اللوجستية التي أجرتها السلطات الأمريكية استعدادا لانطلاق هذه القمة صباح غد، والتي من المنتظر أن تمتد لثلاثة أيام من 13 إلى 15 من الشهر الجاري. ربما تبدو في الصورة من خلفي، بدأت السلطات الأمريكية في إغلاق عدد من الشوارع والمحاور المرورية القريبة من الرئيسي الذي سوف يستضيف فعاليات هذه القمة. نحن على بعد أمتار قليلة من هذا المركز أو هذه القاعة. بدأت الشرطة كما ذكرنا في إغلاق عدد كبير من المحاور المرورية المحيطة بهذه القاعة لتستعد الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن لاستضافة 49 رئيس دولة وحكومة إفريقية، أجندة متخمة للغاية تضع خارطة طريق جديدة للتعاون بين الجانبين الأمريكي والأفريقي من جانب آخر. هذه الأجندة تتضمن عدد كبير من الملفات والقضايا، ربما أبرزها التعاون الاقتصادي ودفع وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية التي ربما تأثرت خلال الثماني سنوات الماضية نتيجة لتجاهل الإدارة الأمريكية للقارة الإفريقية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. هذه هي القمة الثانية. أولى هذه القمة الأولى كانت في عام 2014، استضافها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ويأتي جو بايدن لتصحيح مسار هذه العلاقات عبر عقد هذه القمة الهامة التي تتضمن كما ذكرنا تعزيز التعاون الاقتصادي. ربما قبيل انطلاق هذه القمة كانت هناك تصريحات إيجابية من الجانب الأمريكي، من كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومن أنتوني بلينكين وزير الخارجية. الإدارة الأمريكية تنتوي إعادة تفعيل العمل بالقانون الأمريكي، الفرص والنمو والازدهار في القارة الإفريقية، أجواء اختصاراً
لامريكان لو اوف جروث اند اوبورتيونيتيز ان افريكا كونتيننت. هذا القانون الذي صدر في عام 2000 الماضي يشرع او يسهل ويقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبيه وجمركيه للصادرات الافريقيه الى السوق الامريكي. هناك ايضا عزم للاداره الامريكيه بدعم حصول القاره الافريقيه ممثله في الاتحاد الافريقي في بمقعد دائم بمجلس الامن، هذا على الصعيد السياسي. عوده للصعيد الاقتصادي، دعم الاداره الامريكيه للحصول على عضويه جي 20 او الدول العشرين الصناعيه الكبرى. الى جانب ملفات التعاون الاقتصادي هناك ايضا قضايا تتعلق بدعم وتعزيز دور الشباب والمراه والمجتمع المدني في دفع عجله التنميه المستدامه في عدد كبير من دول القاره السمراء، بالاضافه الى بحث ملفات مثل التعليم، الصحه، الامن الغذائي وامن الطاقه والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. بالإضافة إلى كل هذه الملفات سوف تعقد على هامش القمة على المستوى الرسمي الرئاسي، تعقد منتديات أخرى تطلع ببحث إمكانية تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل ريادة الأعمال، المجتمع المدني، السلم والأمن وغيرها من هذه المجالات التي ترتبط ارتباط مباشر بدفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وضمان حزم تمويلية ودعم مالي وفني وتقني لعدد كبير من المشروعات الرائدة التي ربما بادر بها شباب أفريقيا في المهجر والشتات. هناك أيضا فعاليات أخرى تمتد إلى الأصعدة الثقافية والرياضية وربما الفنية، هذه الفعاليات سوف يحضرها عدد من القادة والرؤساء الأفارقة إلى جانب رموز وأقطاب الإدارة الأمريكية، إلى جانب بطبيعة الأحوال الشق الرسمي الذي تحدثنا عنه. تصريحات إيجابية صدرت وتصدر على مدار الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن هذه القمة من المنتظر أو تريدها الولايات المتحدة الأمريكية خارطة جديد ترسم ملامح مستقبل جديد للعلاقات بين الجانبين في ظل اتساع نفوذ كل من روسيا والصين كقوة عظمى ومؤثرة في الداخل الإفريقي. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على تصحيح أخطاء الثماني سنوات الماضية بإعادة وضع القارة الإفريقية بكل ملفاتها على طاولة البحث والنقاش خلال هذه القمة، قمة هامة تأتي في وقت يتعرض له العالم إلى الكثير من التحديات سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي. إذن قمة من المنتظر ترسم ملامح المستقبل الجديد للعلاقات الثنائية بين القارة السمراء من جانب وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر. نعم نعم، علاء رشوان موفد التلفزيون المصري إلى الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. قامت وزارة السياحة والآثار بتسليم 173 قطعة أثرية من نوع العملات قبل تهريبها، قامت بتسليمها لدول السعودية والعراق والأردن والصين من خلال جهود إدارة الوحدات الأثرية والإدارة العامة للجمارك. وعقب تسلم الدول القطع الأثرية، قدم ممثلو الدول الشكر لمصر على هذه الجهود التي تؤكد على عبق التاريخ والحضارة المصرية التي تحافظ على آثار الدول العربية والأجنبية، مؤكدين استمرار التعاون الثقافي والسياحي مع مصر ومعبرين عن سعادتهم بهذا الإنجاز والتعاون الذي أعاد هذه العملات قبل تهريبها. من داخل المتحف المصري في التحرير بنسلم 173 عملة لأربع دول شقيقة: السعودية، العراق، الأردن، الصين. الوحدات الأثرية، المنافذ اللي موجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، قدرت إنها تضبط بعض قطع أثرية تنتمي لدول أخرى في طريقها خارج البلاد. والحمد لله النهاردة في مناسبة جميلة جدا قدرنا إن احنا نسلم القطع الأثرية اللي تم ضبطها خارجة بطريقة غير شرعية لأصحابها، وكانت مبادرة جميلة جدا من جمهورية مصر العربية اللي بتحافظ على أثرها وأثار الدول الأخرى. هذه رسالة إيجابية محببة وكبيرة جدا، وتدعم أيضا يعني الأخوة العربية وأيضا حتى غير العربية في مجال الصداقة مع باقي الدول وباقي الشعوب، بأن هذه الآثار عندما تضبط في مكان تعد بمثابة الأمانة إلى حين إيصالها إلى أصحابها الشرعيين، ومنها جمهورية العراق التي استعادت عملة نقدية
بعدد 6 قطع تعود إلى حقبة الحكومة الملكية الدولة العراقية الأولى. أن مصر حارسة وبوابة لحماية الآثار الإنسانية، وهذه أيضا رمزية لمزيد من التعاون بين الدول العربية لحماية الآثار ولمنع تهريبها ومنع سرقتها. العالم العربي لا شك أنه تعرض خلال العقود الماضية إلى عملية سرقة ونهب آثار. زي ما احنا بندور على آثارنا المفقودة أو المهربة أو اللي فقدت، بندي رسالة أن احنا أدينا بنسلم اللي بنعثر عليه عندنا، برضو بقدر اللي احنا بنعمله محتاجين الاهتمام ان كل الدول اللي عندها اثار خاصة بينا يكون في تسهيل. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج تطعيم 467,925 طفلا ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تجاوزت 51%، وجاء ذلك خلال الاجتماع المسائي للحملة والذي يعقد لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة بجميع مراكز محافظة سوهاج. أكد وزير التنمية المحلية هشام أمن أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف إدراج 36 قرية بمختلف مراكز محافظة مطروح. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمحافظ مطروح خالد شعيب لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. شهدت قرية الزيات بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال القافلة تم الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول للمناطق النائية بالمحافظات الحدودية وتوفير العلاج اللازم للمواطنين. انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 103 حالات بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 16 فحص معمليا، كما تم إجراء 14 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا سحر ناجي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري رقم 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك، وذلك في دولة الكويت الشقيقة. صرح الملا بأن المؤتمر يمثل أهمية كبرى في تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في مجالات البترول والغاز، وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، إضافة لمناقشة تقرير حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي 12 المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وسط تداولات مرتفعة، وارتفع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ب 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 944.8 مليار جنيه.
أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 14587 نقطة، وأغلق عند 14723 نقطة مرتفعا بنسبة 93%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2745 نقطة، وأغلق عند مستوى 2751 نقطة مرتفعا بنسبة 24%. أما مؤشر إيجي إكس 100 ففتح عند 4023 نقطة، وأغلق عند 4041 نقطة مرتفعا بنسبة 45%. قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده تأمل في أن تظل العوامل الاقتصادية المحرك الوحيد لأسعار النفط، وأكد الوزير حرص بغداد على تجنب أزمة في أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى الاهتمام بتزويد الأسواق العالمية بالإمدادات الكافية من النفط. أضاف وزير النفط العراقي أن الركود العالمي لن يكون له أثر كبير خاصة على الأسعار. أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض قبل قرارات أسعار الفائدة المتوقع أن يصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية، في حين زادت أسعار النفط الضعيفة من المخاوف، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1% مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل في العام الماضي. كما هبط سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.9%. في دبي خسر المؤشر الرئيسي 2%، كما شهدت أبو ظبي تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 9%، وانخفض المؤشر الرئيسي في قطر 7%. في البحرين كان الانخفاض هو سيد الموقف للمؤشر الرئيسي 1%. أما في الكويت فنزل المؤشر الرئيسي هو الآخر 7%. في المقابل زاد المؤشر الرئيسي في عمان 1.4%. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع يوسف وسحر. شكرا لك مصطفى. ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد في بكين بعد التخفيف المفاجئ والجذري للقيود الصحية التي سمحت للبلاد حتى الآن باحتواء الوباء. وفي العاصمة الصينية أشارت السلطات إلى أن أكثر من 22,000 مريض ذهبوا في اليوم السابق للمعاينة في قسم الحمى بمستشفيات بكين، أي أكثر من 16 ضعفا مقارنة باليوم السابق. كانت الصين قد أعلنت تخفيفا مفاجئا لسياساتها الصحية الصارمة صفر كورونا، والتي سعت إلى تجنب العدوى والوفاة. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. ومصطفى ميزان. شكرا من جديد سحر، وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. تشهد الأيام القادمة المقبلة مواجهات حاسمة للدور قبل النهائي من كأس العالم لكرة القدم قطر 22. تبدأ هذه المواجهات بمباراة الأرجنتين وكرواتيا، والتي ستحدد أول المتأهلين للمشهد الختامي. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب لوسيل الذي يحتضن المواجهة الأولى المثيرة من الدور نصف النهائي لكأس العالم بين الأرجنتين وكرواتيا في مباراة لا تقبل القسمة على 2. راقص التانجو نجحوا في الوصول إلى قبل النهائي بعدما تخطوا عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة نارية امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.
أما رفاق لوكا مودريتش الطامحون إلى التأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال فقد نجحوا في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء البرازيل أبرز المرشحين لتحقيق اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. الأرجنتينيون يدخلون المباراة وعينهم على حصد اللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم وإهداء ميسي لقبه الأول في المونديال الذي قد يكون الأخير في مسيرته. المنتخبان التقيا من قبل في مواجهتين بكأس العالم وحقق كل منهما الفوز في مباراة. إذن هي مواجهة مصيرية وخطوة أخيرة فاصلة لتحديد أول المتأهلين للمشهد الختامي في المسابقة الكروية الأهم. قال ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير الفني للمنتخب الكرواتي، قال إنه يتوقع مباراة صعبة ضد كرواتيا غدا ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر. المباراة بمثابة تحدي خاص بالنسبة للأرجنتين أمام منافس متمكن. الجماهير الأرجنتينية تحلم بالفوز ونسعى لإسعاد المشجعين. لا أعتقد أن كرواتيا ستغير طريقة لعبها غدا وستكرر نفس الأسلوب التكتيكي. أمر رائع بالنسبة لنا أن نلعب ضد لوكا مودريتش قائد كرواتيا. لدي تصور واضح لخطة اللعب، كما أن الجميع جاهز ولا توجد أي إصابات، وأتعامل بنفس الأسلوب المعنوي مع اللاعبين قبل كل مباراة. ليونيل ميسي يقدم مستويات رائعة ونتشرف به. خلال المؤتمر الصحفي قال زلاتكو دالتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، قال إن مواجهة منتخب بلاده للأرجنتين ستكون صعبة للغاية غدا، مشيرا إلى أن الخاسر سينتهي حلم وسينهي حلم التتويج بالنسبة له. نطمع بالمزيد وسنواجه منتخب الأرجنتين الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم. مواجهة ستكون صعبة غدا، الخاسر سينتهي حلم التتويج بالنسبة له. قدمنا مباريات قوية ونحلم بالتتويج. حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جوائز مالية تقدر بمليار دولار في هذا العام للمنتخبات المتاهلة والمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يحصل بطل العالم على جائزة مالية تقدر ب 42 مليون دولار. للاقتراب أكثر مشاهدين الكرام، ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر. محمود، بعد التحية لو تطلعنا على الأجواء لديك وما يشغلنا في الشارع العربي هنا هو استعدادات أسود الأطلسي المغرب للمباراة القادمة. تحية لك أكيد يا مصطفى، تحية لمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية الدوحة معقل كأس العالم 2022. وزي ما أنت سألتني أكيد على الأجواء أكتر من رائعة للجماهير المغربية بعد الفوز التاريخي اللي حققوه في آخر مباراة على المنتخب البرتغالي ووصلهم للمباراة نصف النهائية لأول مرة في منتخب أفريقي أو منتخب عربي يتأهل للدور نص النهائي. جماهير المغربية لسه لحد النهاردة بتحتفل في كل مكان في الدوحة لحد دلوقتي، سوق واقف ولوسيل بوليفارد منين مطروح بتلاقي دايما الجماهير المغربية في كل مكان لابسة الأعلام المغربية وماشية وعاملين دايما كده مجاميع بياخدوا معاهم سماعات كبيرة ويلفوا بيها في كل الأماكن بيشغلوا الأغاني المغربية والأهازيج المغربية الجميلة. ومش بس الجماهير المغربية فقط ولكن الجماهير العربية في كل مكان كلهم بيلبسوا أعلام بلدانهم وأعلام المنتخب المغربي، وكل الناس في تأهب كبير لمباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وواحد من أقوى فرق البطولة. يمكن المنتخب المغربي النهاردة طلعت بعض التقارير ولكن شفنا النهاردة في التمرينات بتاعتهم إن
في أمل كبير أن نايف أجرد واحد من أفضل المدافعين على المنتخب المغربي ممكن يكون موجود في المباراة الجاية، هو ونصير مزراوي الباك الرايت بتاع بايرن ميونخ، واحد طبعا من أفضل أندية العالم، بس هو بيلعب باك ليفت في المنتخب المغربي، ما لعبش المباراة اللي فاتت، ولعب يحيى عطية الله، ولكن دي الغيابات اللي ممكن تكون مش إن شاء الله ما تكونش موجودة للمنتخب المغربي، بس هو سايس اللي تأكد غيابه بعد إصابته في فخده، فنتمنى أكيد التوفيق للمنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي بنتمنى طبعا محمود يعني تأهب كبير جدا محمود، هذه نسخة من كأس العالم كانت خارج التوقعات بخروج منتخبات يعني عظيمة ولها باع كبير في المشاركة في نسخ سابقة من كأس العالم، في هذه النسخة خارج التوقعات تماما، خروج الأسبان، خروج الإنجليز، خروج منتخبات لها بصمات ممتدة يمكن لعشرات النسخ الماضية، إزاي تقدر ترصد يعني هذه الـ يعني نقدر نقول كده إنجاز التعبير فيها يعني خارج التوقعات؟ أكيد أكيد مصطفى، كأس العالم ده كأس عالم مختلف تماما عن كل كأس العالم اللي شفتها واللي سمعنا عنها، كأس عالم في مفاجآت كتيرة جدا، وفي لأول مرة بعد مرتين فقط قدر ان هو منتخب غير من امريكا اللاتينيه او غير منتخب اوروبي يتأهل نص النهائي، دي ثالث مره فقط في التاريخ بعد 1930 المنتخب الامريكي وبعد 2002 المنتخب الكوري، منتخب المصري عفوا المنتخب نتمنى طبعا منتخب مصري، منتخب المغربي يتأهل لنص النهائي يكون اول منتخب افريقي، ففي مفاجات كبيره جدا، وفي منتخبات طلعت من الدور الاول زي المنتخب الالماني اللي ليه باع كبير جدا، هو اكتر ثاني منتخب حاصل على لقب بطولة كأس العالم بعد المنتخب البرازيلي، كان فيه مفاجآت كتيرة جدا، بس كأس العالم ده أحلى حاجة فيه ما فيش أي حاجة متوقعة وكل حاجة ممكن تحصل، بنشوف منتخبات ما كانش ليها تاريخ كبير في كل كأس العالم ولكن بتعمل إنجازات كبيرة جدا، كرواتيا المنتخب دايما الكل استبعده من الدور الأول إنه أول مباراة عادل مع منتخب المغربي وتأهل بالعافية للدور الثاني، بنشوف المنتخب الكرواتي في نص النهائي، بطولة قوية جدا جدا، حضور الجماهير العربية فرقت بشكل كبير جدا مع المنتخبات العربية، ولو إن بس منتخب المغربي هو اللي تأهل ولكن حضور الجماهير العربية هنا فرق مع المنتخب زي ما بقول لك المغربي بشكل كبير، وقدر إن هو يوصله لنص النهائي، والتنظيم هنا زي ما قلت قبل كده أكتر من رائع، فالبطولة دي كانت مختلفة في كل حاجة، وأساطير الكورة في العالم كله بيتكلموا بيقولوا إن نسخة كأس العالم دي هي سنتابع محمود بالطبع حتى الآن في التاريخ. نعم سنتابع معك احتفالات العرب وسنؤازر المنتخب المغربي، وطبعا شكرا لكل المنظمين، شكرا لك زميلي على كل الأحوال محمود شاكر مراسلنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. حقق الأهلي محليا فوزا على نظير الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الدوري الممتاز، وارتفع رصيد الأهلي والذي يحتل المركز الأول إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري الذي يحتل المركز السادس عند 9 نقاط. سيطر التعادل السلبي على مباراة الإسماعيلي وضيف فيوتشر في الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالدوري فاز سيراميكا كليوباترا على ضيفي حرس الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022-2023، وبينما يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية يحل الزمالك في المجموعة الرابعة. من مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة حسمت نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2022-2023. القرعة التي وضعت وصيف النسخة الماضية النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، أسفرت أيضا عن وضع نادي الزمالك في المجموعة الرابعة لينافس كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني، وفي المجموعة الأولى ينافس بطل النسخة الماضية من دور الأبطال الوداد الرياضي المغربي مع بترو أتلتيكو الأنغولي وشبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، بينما تشهد المجموعة الثالثة تواجد كل من الرجاء الرياضي المغربي وحورية كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني وفايبرز الأوغندي، ويشارك في قرعة دوري أبطال أفريقيا 16 فريقا تأهلت من المجموعات الإقصائية في دور 32 منها 9 فرق عربية، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق، بحيث تواجد فريق واحد من كل تصنيف في المجموعة،
وتتواجد فرق كل مجموعة بنظام الدوري ذهابا وإيابا، ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث يعود نظام المواجهات الإقصائية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الوقفة الرياضية في نشرة التاسعة، نعود لاستكمال ما تبقى من جديد مع يوسف وصحر. شكرا لك مصطفى. أطلقت الصين صاروخ لونج مارش 4C وعلى متنه قمران صناعيان لاستخدامهما في مراقبة بيئة الفضاء. وأوضح مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية أن الصاروخ انطلق من المركز في شمال غربي الصين، وأرسل قمرين صناعيين في مدار محدد مسبقا، مشيرا إلى أن هذه الرحلة الفضائية تعد رقم 454 والتي تقوم بها سلسلة صواريخ لونج مارش. والآن إلى آخر أخبار الطقس. ومرة أخرى مصطفى ميسا. شكرا سحر، شكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 23-15، أيضا الجو فيها معتدل. في مطروح 24-14 الجو فيها معتدل. في بورسعيد 23-14 معتدل. وفي الإسماعيلية 24-10 يكون الجو فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة مئوية والصغرى 14 درجة، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 23-14 معتدل. في طابة 23-14 يكون الجو فيها معتدل. في شرم الشيخ 26-18 يكون الجو فيها معتدل. في الغردقة 26-17 الجو فيها يكون معتدل. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 13 درجة، يكون الجو فيها معتدل. في أسوان 28-14 مائل للحرارة. في الوادي الجديد 26-8 معتدل. في شلاتين 29-19 مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 24-19 يكون الجو معتدل، وعلى أغلب الأنحاء يكون الجو أيضا معتدل. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. We'll be right back.
الآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. انتهت أخبارنا وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين المناخ العام للحقوق والحريات ويتابع إمدادات التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة. رئيس الوزراء يعلن عن مهلة محددة لإعلان الأسعار على جميع السلع ويوجه بإغلاق أي منفذ بيع مخالف. اكتمال الاستعدادات في الولايات المتحدة لانطلاق القمة الأمريكية الأفريقية غدا بمشاركة 49 من القادة. بهذه العناوين وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر مع يوسف الحسيني. اهلا بك يوسف. مساء الخير سحر. اهلا بك. ازيك يا سحر؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. اللقطه كمان. الاخيره كانت لقطه سلوج وشوارع مغطاة، تحس انه ده هيحصل عندنا في الاستوديو برضه. كويس. الكلام انا احب التلج جدا والله، يعني انتوا عارفين نفسي دايما اقول يا سلام لما التلج ينزل عندنا احنا كمان في مصر ويبقى شكله مبهج وجميل. اما انه ناقص ينزل لنا في الاستوديو الاستوديو برد قوي. سحر بالنسبه لها الموضوع ده تعرف انا بستمتع بالجو ده، ويا ريت شويه ثلج يبقى شويه ثلج زياده. هلم جره. اشكرك يا سحر، ولا شايفين اشكرك على ايه ولا ايه؟ على الانتعاش اللي احنا فيه ولا على وجودك معانا؟ شكرا جدا ليك يا سحر. شكرا يا يوسف. وهستاذنكم نبدا فقراتنا.